تاجر. يوسل لا ما شاء الله تبارك الله، انا كنت اشوف هالمحطه هذه واحيانا اراسلها في الليل وتوصل الاشاره واضحه الله يبارك لك. اعتقد انها في صحار صحيح؟ اي روجر صحيح صحيح، انا الوحيد انا عندي الليكولينك في الباطنه الوحيد. نعم نعم اللي هو 145225 لاني رافع نوعا ما شويه الانتينا، وان شاء الله خلال الفتره القادمه بروح اكثر بعد ان شاء الله. حياك اخويا مرحبا. من فتره ولا تواصلنا اتذكر، بس قبل فتره اتوقع كان الفا مش السيل، كان ابو صالح هناك ايام ابو صالح روجر. نعم ابو صالح وراعي الربع من العين والشباب صحيح، كنا على نفس الايكولينك. نعم انا كنت والله دائما ادخل على محطه الشاحوف في عجمان، وبالصدفة دخلت شفت محطتك وراسلتها وما شاء الله يعني إرسالها طيب وواضح، وكانت مع أني برغم بعد المسافة بيني وبينها تقريبا حول 500 كيلو أو 600 كيلو ما شاء الله. الله يعطي خيرك فيك شرها إن شاء الله ويوفقك وتسهل ويسهل لك أمورها اللي تسهل على الشباب. يا روجر أشكرك أخي العزيز، يا مرحبا بك. لا المحطة محطة الجميع طال عمرك، هذه خدمة دائما للهواة، وزين نتواصل زين نتواصل. كيف الأجواء عندكم هم في الظفرة روجر؟ روجر يا الحبيب الأجواء طيبة صراحة، رطوبة خفيفة جدا غير محسوسة، وبروباجيشن ممتاز الله يبارك، يعني سيارات متحركة بعيدة عني 300 كيلو سمعتها عندي على إشارات 509 ما شاء الله، فالبروباجيشن فاتح وإن شاء الله نسمع إشارات أفضل بعد ونسمع الشباب أكثر مع الليل. يا روجر شيء طيب إن شاء الله والله فيني إن شاء الله يبرد الجو يصوبكم هناك إن شاء الله، باغي اي المنطقه الغربيه ان شاء الله ينفرج الجو ان شاء الله هناك نكون نجي. حيا اخوي طبعا يوم هناك انا نادي بالكول ساين الاماراتي، عندي الكول ساين اللي هو الفا 65 مايك كول ساين الاماراتي روجر. ما شاء الله تبارك الله تشرفنا وتنورنا يا الحبيب، والمحل محلك ويا مرحبا بك. نعم الشتاء حلو والرملة حلوة والكشتات حلوة الله يبارك لك. الكول ساين الاماراتي الفا 65 مايك يا روجر، الفا 65 مايك بس فقط 1 ديجيت، الفا 65 مايك روجر استلمت الله يبارك لك ويعطيك الصحه والعافيه يا الحبيب، جزاك الله خير وسعيد بسماع صوتك اليوم ما شاء الله تبارك الله اخوي. يا روجر الله يبارك فيك، كذلك انا سعيد اخوي العزيز، يا مرحبا ومسهلا. عندك على العموم المايك اذا في يمكن شباب موجود حاليا على التردد تتواصلوا وياه وانا موجود، بس شوي شورت كيو ار اكس. روجر خذ راحتك بعد وطمش واستانس بوقتك يا الحبيب. ان شاء الله الحين بشوف اذا في بريكر في حد مسلم يا جماعه على الموجه يتفضل. الامور طيبه، الفا 41 تانجو من الفا 65 جولف فيكتور، واظن اخوينا راح كيو ار اكس بسيط الفا 46 دلتا الفا. انا متواجد على ريبيتر ستاند باي ومرحبا بالجميع، تشرفنا بسماع اصواتكم والمراسله معكم يا حبايب، حياكم الله. يا روجر